ورجعنا لايف في هذه الفترة العاصمة الرائعة بيروت، بتستقبل الكثير من المعارض اللي بيكون فيها الإبداع بجرعات متزايدة، وأكثر إيفنتس بيكون فيه كثير من المصممين الشباب والمبدعين هو الإن أكشن إيفنتس، ورح نتعرفوا على منظمة الحدث سينتي أبو خاطر والمصممة جوان حايك. أهلا وسهلا فيكم. موجود. شو الأخبار؟ الحمد لله. كله جود؟ انت صرتي بتحسي حالك هوم يعني. انا ايه صرت هون بالبيت. عم بقول لها جوان انا جاي ملبكه، انت شو طلع هلا بتشوفي البيت. طيب خبرينا عن الجديد بتاع الايفينمون والموعد بتاعه اللي قلتي، مثل ما قلتي لي رح يبلش فرايداي ان شاء الله. اكيد نحن هالموعد يلي هو اسمه بشكير، هالايفنت يلي هو اكزيبيشن ببيروت بالسوديكو يلي هو على ثلاث ايام، جمعه سبت واحد. بشكير هو اول، انا كثير انه عندي هيك يعني في بلاس على بشكير، لانه اول اكسبو عملتها، اول اكزيبيشن عملتها بحياتي وعملناها ببشكير. بشكير هو من اقدم ارتيزانا بلبنان، يلي يعني هو يلي اليوم بنسميه ليبانيز ديزاينر، يلي هن ارتيزان حرفيين. فانا مش هيك بشكير انه كثير عندي ضعف عليه، لانه ببيت لبناني قديم كثير حلو بالجنينه تبعيته، ودول لانه في كمان رح نتعرف على منتجات بشكير وشو هن بيعملوا، ويعني الله يخلي لنا اياها مدام فرنينة يعني بتفتح لنا بيتنا، وبنستقبل كمان كثير ديزاينر جديد، وكل سنه بنجرب نجيب ناس جديده ومع ذوق جديد وابداع جديد. قبل ما نحكي عن شو في جديد هالسنه، انا رحت السنة اللي فاتت، ولا أول شيء الأمبيونس كتير حلوة، يمكن لأنه المكان بيفرض هيدا الشيء، بيت قديم، الأجواء من وقت ما فتوا أنا مسلم على الناس لأنه كلهم طلعوا معنا بالبروجرام، حطيت حالي أنه باستوديو تاني. أنت يفلت هوم، بس الأمبيونس بتجنن. مظبوط، بيوتيفول، بتحس أنه في بيت وجنينة فوالا، وبتحس عندك عن جد إتس هومي. طيب سينتيا، نحن بنعرف أنه عدد المشاركين كتير محدود، على شو بترتكزي لحتى تختار المصممين يلي رح بتعرفي تجرب نوع يعني من سنه لسنه، لانه بتعرفي الكليونتيل بتحب تجي، يعني عندنا كثير ناس بتجي كل سنه بتنطر ومناطره، فمشان هيك بقول انه كل سنه بنجرب نجيب لهم ناس جديده تا هن كمان يتحمسوا يجوا، يعني بيشوفوا اسامي جديد. ياما اليوم قالوا لي شو بعنينا جايين، شو في ناس جديده هالسنه، كمان الببليك بيتحمس على اسامي جديده، على بتعطي كمان فرصه يمكن سينتيا للمواهب الجديده. يعني هالسنه في كثير، انه هالسنه ببشكير عندنا بركي خمسه اول مره بيشتركوا وعم بيعملوا قصص كثير حلوه، قلت انه ليش لا، انه بالعكس انه بنشجعهم وعممتوا عنا قصص جديده. جوان خبرينا قبل ما نحكي عن جديدك هالموسم، كيف كانت الاكسبيرينس تبعك مع بشكير؟ هي اللي حتكون اول مره بنشتغل ببشكير، بس عاملين مع سينتا كذا معارض. مع سينتا كان في قبل من الاول، صارت يعني كان كثير حلو، بلاقي انه المعرض يعني اللي حلو فيه بلبنان انه يعني نتعرف على زبون جديد وبنسمع منهم كمان، بيعطونا يعني الكونتاكت الفيدباك مع الكلاينت كثير حلو، وبعدين حتى مع ذا ريست اوف ذا ديزاينرز في مود حلوه، يعني بنتقرب من الاذر ديزاينرز يلي بلبنان، في ذير از ا نايس هارموني بيناتكم. مزبوط، ايه، اند سوليداريتي، انه وي اول بوش ايتش اذر يعني ان واي، بتشجعوا بعض. ايه طيب جوان، عالم فانينا يعني كلنا سمعين، في خبرينا اكثر، هلا عم تعملي كوليكسيون ازياء مع انه نحن معودين على الاكسسوار. مزبوط بلشنا يعني شوي شوي مع سنين طورنا، بلشنا مع وان لاين اوف اكسسوري، بعدين مع سنين بلشنا كمان نعمل شوز اند باج، وهلا من كم سنه بلشنا ذا كلوز، وهالسنه طورنا الكلوز كثير، يعني التيب كثير، وخاصة التيب الأكثر يعني دريست أب أكثر للإيفنينج وير، للويدينغز وهيك أشياء. دونك يعني عم بتوسعوا مشاريعكم جوان شوي شوي، وأنا بتذكر انطلاقتكم بفانينا، يعني بلال كنت معي جوان بالمدرسة، ووقت اللي أطلقت فانينا كلنا سمعنا فيه. وي ريلي انكورجد يو، انبسطنا لك. ثانك يو. بعدين خبريني شوية أشياء عنا. لا خليها بيناتنا. اسرار المدرسه زمان، شو كنتوا عم تعملوا، شو اخبار الشقاوه، شو كانت بلاك ميلينج ماتيريال. الو سيتي، خبرينا شوي، هالسنه رح يكون في نيو تالنتس، رح يكون في اشياء جديده، شو بنوعد العالم؟ طيب بشكير دائما بتجي بشهر ماي، يعني بيكون اول موسم الصيفي، الناس ناطرين الناطره، المايويات، الساك دو بلاج، السيرفيات الجديده، التياب الكولر في يعني هلا ببشكير
في كثير قصص خارج صيفيه وقصص كمان للبيت يعني بور لي جاردان. عندك كثير قصص انه مهضومه للي هلا عم بيفرشوا مثل بيقولوا الصيحات والجنينات، ففي كثير افكار مهضومه وسلبه وكلنا دائما بنحب نزيد شغله من هون ونقص شغله من هون. اكيد مايوهاتنا بنغيرهم كل السنه والتياب الصيفيه بنغيرهم من اول وجديد، بس انه في كثير هيك افكار مهضومه. سوبر. طيب جوان، بما انك جبتي فيو بيسز، شو الان بيس لهالموسم؟ الان بيس عندنا كذا واحد، بس اي ثينك في عندك مثلا ذا ستيتمنت ايرينجز اللي بيكونوا شوي كبار، مثلا مثل هيدي، مثل هاي استعملنا كثير تاسلز و بيرلز. عم نشوف اللون الذهبي جوان اكثر شيء طاغي بالكوليكسيون. وي نشتغل كثير مع الذهبي. هلا في عندنا كمان اذا سم ايتمز وين نستعمل كمان الفضه، وي لايك تو ميكس فضه اند جولد. و ان ذيس كوليكشن ذيس از اول يعني بنشوف كثير الذهبي، هيدا هاند كرافتد يعني اتس فيري لايت، بين كذهب بس هو مثل خيط سيميلي كوير بيكون ملف يعني لافينو عليه. وكثير there is a lot of pearls حتى in the clothes we mixed with pearls هيك to give هيك يعني a feminine touch بس كمان هيك lightness. مثلا اذا بنشوف جوان بالكوليكسيون عم تطغى عليها الالوان الاكثر هادية، مع انه الواحد بس يقول صيف دغري بيفكر الوان فلاشي قويه. صح صح. نقيتي هالالوان عادة كمان نحن بنينا بنروح بالالوان، بس هالسنة اي ثينك ار يعني الانسبريشن تبعتنا كانت اكثر هيك البحر، يعني في الوان بس اكثر باستيل، اكثر هيك ايرثي كمان، يعني ذا ايرث وال يعني كلاسيك كولرز انسبايرز اس ا لوت. هدول ال عم نطلع عليهم فيري نايس، عم نشوفهم من بعيد ببينوا حلوين بس اكيد من فنانين. ما بعرف اذا بتعرفوا بس انا الي موديست، انا رح خبي فانينا از ون اوف سكسس ستوري من ليبانيز ديزاينر، لانه فانينا اليوم ما بنبيع بس بلبنان، بنبيع بكذا بلدان بالعالم. حلو. والطلب عليهم كثير كبير، بفتكر مشان هيك تطوروا من الكوليفيشي للساكيت وللشوز ولل تيب. يعني هي اتس ان اكزامبل انه التالون الليباني عنده كثير افونير، يعني عنده مستقبل حلو، خاصه انه الصناعه الوطنيه اللبنانيه كثير حلوه، ومثل انه نحن اللبنانيه كثير بندقق بالديتايات بالتفاصيل. فمشان هيك بفتكر انه عندنا كثير سكسي بي بوتنشال كثير قوي. سينتا ميرسي بوكو. نرجع نذكر الناس بالمكان والموعد. نحن ببشكير بالسوديكو فيلا فرنيني من ال 12 13 14، يعني هو جمعه سبت احد، من الساعه 11 بكره ل 8 بالليل. اوكي ميرسي بوكو، اول ذا بيست لبشكير، اول ذا بيست لفانينا اوسي. ميرسي جوان، ميرسي لك. ثانك يو. شو كيتشن؟ انا هلا رح اروح بلال. انا اليوم مسكر مش شامم، بس اكيد في روائح طيبه عم